مما تنبأ به وحيد حامد كاتب الدراما الكبير والمعروف قد تحقق. كنت لا أكتب إلا أنا على قناعة تم بي. إخوان لما جيت عملت مسلسل الجماعة قالوا عليا فلو. كاتب الدراما يقول إيه في هذا الواقع؟ اللي على راسه بطحة يحسس عليها ألف مرة. حسس على دماغنا إحنا. ستندم جماعة الإخوان ندما شديدا يوما ما على إنها أهدرت القانون في مصر. بس أنا دلوقتي بعترف لك أننا قد بالغنا في قوة الإخوان. الإخوان المسلمين بني بيتها على الرمال. وبالغنا في عبقريته. جماعة الإخوان استفادت من بروتوكولات حكماء صهيون بشكل جيد جدا. طب الناس فين؟ اللي جاب الإخوان هم اللي همشوا الإخوان. أهلا بكم من جديد. في جملة واحدة اسمه يكفي لإثارة العواطف. اسمه وحيد حامد. أستاذ وحيد أهلا بك. مساء الخير يا أستاذ حامد. مساء الخير. أنت ما تعبتش من المعارك يا أستاذ وحيد؟ ما تعبتش؟ معركة من أجل نعم ارتقاء الارتقاء بالوطن لا يمكن تتعب أي حد. اللي بيحمل أمانة الكلمة وأعتقد أن حضرتك شاهد على هذا. نعم. لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه هو يتخاذل أو يتراجع. خصوصا في شدة العواصف والأزمات. والأزمات. أنا أذكر وأفتكر حضرتك تذكر أن أول مقالة كتبتها في روزا اليوسف كانت يوم اغتيال. تاني يوم اغتيال فرق فودة. نعم. وكانت تحمل كل الغضب سنة 92 كل الغضب وكل وأنا شخصيا ما كنتش كاتب مقال وتوالت المقالات التي تحمل وجهة نظر مخلصة للوطن لا لحزب ولا لزعيم ولا لرئيس ولا لأي شيء. خلينا نقتبس في الحوار ده على طريقتك ككاتب سيناريو. انت واحد من اشهر كتاب سيناريو ربما تكون اكثرهم شهرة في الحقيقة يعني. خلينا نقتبس طريقة المشاهد يعني اللي بتلجأ ليها في كتابة السيناريوهات. في مشهد حدث بالامس وهو ان محكمة اعادة محاكمة مبارك وحبيب العدل وجمال وعلاء في تهم الدم والفساد برأتهم جنائيا تقريبا أو أعفتهم من التهم الجنائية. كيف ترى المشهد دوا وكيف ترى تداعياته؟ أرى المشهد كالآتي. أنا مع القول الثابت أن ندع القضاء للقضاء. نعم. أي لا نرحب بهذا الحكم ولا نرفضه لسبب بسيط لأنه ليس حكم نهائي. نعم. فإذا كان هناك خطأ في الحكم فإن الدرجة الأعلى وهي محكمة النقد سوف تتولى تصحيحه. نعم. وإذا كان الحكم صائبا فأعتقد أن علينا أن نقبل به. نعم. وأضيف عشان بس نكون نعم. علينا أن نقتنع بأن القانون قد لا يحقق العدالة. نعم. فرق يعني تطبيق القانون شيء وتحقيق العدالة شيء آخر. أوضح وجهة نظر. تم القبض مثلا على تاجر مخدرات والتهمة ثابتة والأوراق لكن مثلا حصل تلاعب إن جم يوزنوا الحشيش لقيوا ناقص 3 جرام عن المثبت في المحضر باظت القضية. مش معنى الرجل انه مش تاجر مخدرات لا هو تاجر مخدرات لكن القانون عند تطبيقه اطلق سراحه امر الضبط فرق دقيقتين المسائل دي كلها نعم. علينا ان نقبل بهذا. بالنسبه للحكم وانا حاولت قدر جهدي اني استوعبه جيدا انا اعتقد ان القاضي الجليل لم يغفل شيء نعم. انا شخصيا سعدت
لما عرفت ان هو بيقول احنا كان مفروض نحاكم مبارك عشان كذا وكذا 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 وحاكمه سياسيا بالفعل وحاكمه بالمسألة. لكن القضية الجنائية اللي موجودة قدامي رأي القانون واللي هو قناعته شايف ان هو يصدر الحكم الذي اصدره. نعم. انما الشعب مشغول بايه؟ يقول لك وحق الشهداء ومين اللي قتل الناس دي طالما بتاع. اولا حبيب العدل وضباطه، الضباط المحكمة الاولى برأت ساحته. كان في قضايا جنائية لمعظم الضباط في كافة المحافظات وجرى تبرئتهم يعني. والمحكمة الأولى اللي كانت بتحاكم مبارك والعدل وهؤلاء مستشار أحمد رفعت برأت الضباط جميع الضباط. إذن أن تأتي هذه المحكمة وتعطي براءة لهم فيعني هذا يدفع بنا أن محكمتين برأت ناس يبقى في شيء من العدالة. لكن القضية التي ستظل بقى محل نقاش وهي ما يطلق عليه حق الشهداء اللي استشهدوا. أنا رأيي الشخصي وأعتقد أنه هو يعني من وجهة نظري التي لا أفرضها على أحد أني يجب أولا التفريق بين الشهداء وبين القتلى. صحيح. في ناس اللي اتقتلوا أمام أقسام الشرطة دول لا يمكن يكونوا شهداء. دول يعني ممكن يقال انه كان ده حق دفاع شرعي من من البوليس. اما الشهداء فهم الذين قتلوا في الميادين وبيعبروا عن رأيهم في الميادين وبيعبروا، دول لازم ياخدوا حقهم بالكامل. اما مساله بقى مين اللي قتلهم فده سؤال اعتقد انه ليس في محله. واعتقد لو عادت بنا الذاكره ان في عز هذا الوقت او في اللي قتل هم اللي قلنا من الأنفاق وهم اللي لسه بيقتلوا فينا لغاية دلوقت حتى الأيام الأخيرة يعني مع بعض الإخوان الذين يعني إيه خلت قلوبهم من الرحمة. إذا كنا عاوزين كل إن إحنا لم يتم القبض عليهم أو التعرف عليهم حتى الآن فهذا لا يغفل يعني إيه لا يغفل الحقيقة. ده جزء مهم. هو اللي حصل ايه في وقتها يا استاذ عادل؟ ان عارف لما حضرتك يكون مثلا في شارع مزدحم وواحد حرامي يسرق حاجه او يخطف شنطه واحده ست والناس تشير الى شخص اخر. ده اللي حصل. ان لم احد خلاص كل شهيد يسقط يقول لك الشرطه الحق بتوجيه وكان بيقال ان حبيب العدلي فتح السجون عشان المجرمين ينزلوا ويواجهوا الثوار واتقال ده كله وكلنا عملنا. اذن توجيه خاطئ دفع بالناس انها تنساق وراء هدف غير الهدف الحقيقي. ده الشعوب ما بتصدقش الحياه في وقتها. يعني مثلا في ذلك الوقت لو تذكرنا انه السيد عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق وكان نائب رئيس جمهورية فيما بعد خرج وقال إزاي حماس مع بعض البدو في سيناء دخلوا ووصلوا لغاية السجون وأيضا رصدت أجهزته وأجهزة أمن الدولة وجود ناس أجانب في شقق قريبة من التحرير ومع ذلك ما كانش حد فينا بما في ذلك حتى النخبة الإعلامية والسياسية مش عايزين نصدق لأن احنا كنا معبئين ومشحونين بالتركة الغضب اللي جوه النفوس. ودي مش جديدة. ده هي موجودة في الدراما وموجودة في التاريخ ان حامل شعلة الحقيقة يعني ايه لا دايما تنير. اخر واحد دايما يتم زي ايه يعني ايه نصحتكم فلم تستبينوا النصحة الا ضحى الغدي. لازم في وقت يعني. زي ما يتم الناس تغضب من شخص وتفتك به
وبعدين بعد يتبين انه كان على يتبين ان الجاني شخص اخر. طب هتعمل ايه؟ ده حاصل في الراي احيانا بيبقى ساعات تطلع تقول رايي فيعجري الهجوم على الشخص ده بعنفه وبعدين يثبت فيما بعد انه على صواب يعني. حاله الغضب والرغبه في الخلاص من حكم دام اكثر من 30 عاما وهبط او نزل بمصر من اعلى الجبل دي كانت كافيه انك انت مش عاوز تصدق الا الخلاص من هذا النظام. من هذا النظام. طيب المشهد الثاني هو مشهد 28 نوفمبر. حصل ما يمكن وصفه بان هناك ما اطلقت على نفسها بالجبهه السلفيه وقالت انها هتنزل وقالت الى اخر حضرتك الذي تعلمه عن يوم الجمعه الماضي. فإذا بالمشهد مش موجود. أنا كان عندي إحساس من الأول أني يوم الجمعة هذا سيكون أهدأ الأيام إلا من المناوشات بتاعة الإخوان والعمليات القذرة اللي هي بتقوم على الاغتيال أو التفجيرات التي تحصد أرواح الأبرياء. لسبب بسيط أن أنا عندي دراية كافية بسلوك الطير السلفي جميعه لأنهم انت قدمته في احد المسلسلات. جميع الطير السلفي كله طيار كثير يعني عدده يعني مش قولوا 28 او على الاقل 28 او 24 جبهة او منظمة او تنظيم سلفي او جمعية. لكن ما عندهمش القدرة على الفعل لأنهم تنقصهم الشجاعة على الفعل يعني على الإقدام على 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 فعل. كما إني أعلم يعني أنهم منذ أن تم استخدامهم كقوة أمام الإخوان استخدموا فيما قبل أيام مبارك كانوا يستخدموا من بعض الأجهزة الأمنية كانوا كلهم في خدمة الأجهزة الأمنية وكان الزعيم فيهم يعني لا يستطيع أن يتحرك من محافظة لمحافظة إلا ما تكون لديه تعليمات بعد إذنكم يعني أنا رايح أزور فلان في ضابط التشغيل بتاعه لازم لازم يشغل. الناس اللي من النوع ده ليست قادرة على أن لكن تستخدم. والجزء الثاني يا أستاذ عادل أعتقد ان الاعلام لعب دورا في المبالغه الشديده جدا وليس الاعلام وحده يعني هناك بعض التصريحات من رجال الداخليه مش صريحه لكن لما انا اسمع ان احنا هنضرب في المليان وكل واحد قبضوا على عدد من التنظيمات قبلها بساعات اعتقد ان ان هناك خطر قادم ومحقق لكن الحقيقه مش انت تعتقد انه الهدف الاساسي هو اضعاف الجيش او اضعاف الامن ولا افشال النظام بشكل عام؟ اولا هو ممكن ان انا يعني لا حاجات تانية يتم ارهاق القوات التي لديك ما تسهر 3 ايام واربع ايام انهاك القوات سواء شرطه او جيش دي مساله مش سهله. ثانيا انك انت بتعيش المجتمع في خطر قائم قاعد ما تنزلش النهاردة احسن فيه كذا اللي مسافر يقول لك طب انا هأخر لحسن ما اعرفش انزل من المطار اللي عازم حماته على الغداء لغاه بلاش بقى اما الاعلام الدولي او العربي يتناقل هذا السائح اللي جاي مش هيجي اللي عاوز يعمل استثمار يقول لك ده لسه البلد ما رسيتش على بر الامان كل هذا فلا في أشياء كثيرة جدا سلبية تحدث بمناسبة هذا الأمر. هل تعتقد أن الفقر الحادث في مصر والبطالة الرهيبة جدا خاصة بين الشباب عندنا شباب 60% والبطالة في الشباب أكثر من 60% هل هي أحد أسباب شراء ضمائر بعض الناس في العمليات الإرهابية؟
أولا أنا عاوز أقف وقفة صغيرة جدا يا أستاذ عادل مع مسألة الفقر. مش هقول إن إحنا أغنياء، لا ده إحنا فقراء. لكن على الفقير أولا، الفقير من حقه أن يجد حياة أفضل مما هو عليها بكثير، ويجب على الدولة أن تقوم بدورها تجاهه. نعم. لكن في أشياء برضو يحق لنا أن نعاتب الفقراء فيها. اسألهم أنتوا بتشربوا معسل بكام؟ أنتوا بتشربوا سجاير بكام؟ أنتوا بتدفعوا فواتير محمول بكام؟ أرقام مذهلة. في مصر على سبيل المثال في 99 مليون تليفون محمول، يعني بندفع حوالي 230 مليار مكالمات تليفون محمول، بندفع حوالي 15 مليار دولار، يعني حوالي أكثر من 100 مليار جنيه في المخدرات. أيوة. وفي طيب. بنود أخرى زي المنشطات الجنسية، وفي ترامادول اللي هو المعسل. لا يعني إيه هل إنفاق إنفاق لا يجوز للفقراء. الرجل بقول لك يتدبر حاله. يعني هو مش ناقص صحته ضعيفة نتيجة قلة الأكل. لا يعني ما أنت بتكلفني تاني تدخين ومخدرات والمسألة ديت. أنت بتيجي تزعق لي وتقول لي عالجني. هو في أزمة علاج. عالجني أو الدواء غلي. أو الدواء غلي وهكذا. لكن في المقابل بقى ما بتحسش لما تدفع زيادة الترامادول أو زيادة المخدرات، تدفع وانت مبسوط. الشيء النظيف العمل النظيف يخلق المواطن النظيف. وعلى الدولة أن توفر مجالات عمل نظيفة. بمعنى إيه؟ أقصد بالنظافة هنا منتجة. لكن الحاصل إن الدولة فتحت أبواب رزق تعتبر أبواب رزق عشوائية، مش عشوائية، طفيلية. زي الباعة الجائلين. يعني مثلا لما تبص للموتوسيكل أبو صندوق ده اللي المفتي السابق دفع بيه، دلوقتي كل واحد حاطط عربية بطاطا على موتوسيكل، حاطط يبيع مطعم على موتوسيكل، يبيع شاي على موتوسيكل من دول. ده مش اقتصاد. ده انت فتحت له باب رزق، لكن انت ما عملتش اقتصاد، ما اضفتش اي قيمه، ما اضفتش اي انتاج. لا، انت عملت مشكله في الشارع المصري، مش مشكله صحيه. يعني انا احيانا يصعب عليا الناس الغلابه اللي في الشارع اللي هي بتاكل من الاقفاص، او اقول يا ربي طيب انتوا هتجيبوا لي مشكله فيما بعد. احنا عندنا كل امراض الدنيا، وامراض الدنيا جت من الاستهتار ده. انت عارف ان الراجل اللي بيبيع لك الطعام ده نظافته شكلها ايه؟ بيقضي حاجته ازاي وهو واقف في الشارع؟ كان زمان بيعلقوا شهاده صحيه. ما عادش فيه ده. ما عادش فيه. حتى الباع الجائل بتاع الفول ده كان معلق شهاده صحيه. لا دلوقتي وتجدد كل سنه او ست شهور يعني. الوقايه خير من العلاج. صحيح. لان العلاج هيكلفني كتير قوي. على سبيل المثال احنا عندنا حوالي 15 ل 18 مليون مواطن مصابين بفيروس سي. العلاج غالي جدا، وما ذلك طرق العدوى منتشره. انا احيانا في اجوبه رقيقه بس تصدمك. انا مره من خلال برنامج كان وزير الصحه ضيفي، فسالته قلت له مساله الوقايه واحنا عندنا الملايين المصابة بفيروس. فقال لي ما بينتقلش من الأكل. فأنا استعجبت. طب إذا كان هذا المرض لا ينتقل بالأكل، في غيره. لا ينتقل. هو بينتقل مثلا من خلال حلاق الريف. مثلا من خلال دكتور سنان سيء. لكن هناك بينتقل عن طريق الدم، بينتقل من خلال استعمال حقنة قديمة من المخلفات. بيستعمل. بس هناك أمراض أخرى تنتقل حتى صحيح. من خلال كوباية مية ملوثة وهكذا. فإحنا يعني خلاص مش إحنا عندنا أمراض كثيرة أخرى بتنتقل العدوى فيها إن شاء الله، وخصوصا بيجي الشتاء مرضه
بيجي الصيف بمرضه وهكذا. المشهد القادم هنكون بعد الفاصل. برضه مع بعض عالي. ها على فكره فتحي، احنا في مركب واحد يا فتحي. انا حبس احتياطي رهن التحقيق، وانا كمان رهن التحقيق. انت تهمتك ايه؟ اكيد لسه بيدوروا لي على تهمه، بس انا زي الفل. وانا كمان. انت خايف يا فتحي؟ انا ما بخافش يا علي، بس انا خارج يا فتحي. وانا خارج قبليه. اهلا بكم من جديد. المشهد زي ما شفنا من فيلم طيور الظلام، والتعليل الاستاذ وحيد. استاذ وحيد، المشهد ده عمره قد ايه؟ ده كان 93 94 حاجه. 95 يعني تقريبا اكتر من 10 11 سنه او 15 سنه. على اللي احنا فيه دلوقتي. يعني انت شايف انه الحرب بين الفساد او بين النظام القائم اللي هو يتسم بفساد بيمثله عادل امام او الاخوان المسلمين، هي دي الحرب الحقيقية، أن الوجه الآخر للفساد هو الإرهاب أو العكس؟ طبعا. بص يا أستاذ عادل، في الوقت الحالي أنا بقول أن الفاسدين اللي موجودين لو تم توجيه حرب لاقتلاع الفساد من المجتمع المصري، فأعتقد أن أهل الفساد دولت هيشكلوا خطر كبير جدا على نظام الحكم القائم. أخطر من الإرهاب؟ أخطر من الإسلاميين. الإسلاميين نصهم فاسد، فاسد ومدلس، لكن الفساد المتغلغل في المجتمع المصري ده لا يمكن يستسلم بسهولة جدا أمام لأي محاولة لتصفيته، سواء كان موظف صغير أو موظف كبير. أستاذ عادل، علينا أن نعلم أن في 10 من رجال الأعمال هم اللي بيتحكموا في اقتصاد البلد، من أول الأكل والشرب لغاية اللبس لغاية صحيح. الصناعة 10 فقط. وهذا يدل دلالة قاطعة جدا على يعني اختلال الميزان. اختلال صحيح. الميزان. عاوز أقول إن إذا إن المعركة ضد الفساد سيكون لها تبعيات أخطر بكثير من تبعيات الحرب ضد جماعة الإخوان وضد التيارات الإسلامية مجملة. كتير من صور، أحد المعلومات اللي وصلتني من اللجنة الخاصة بمتابعة أموال الإخوان المسلمين، عرفت أن بعض رجال الأعمال الذين يصفون بأنهم متدينين تدين وسطي بيمولوا الجماعة. إيه مصلحة تفتكر الفساد أنه يهد كمان في هذا النظام القائم؟ يعني أذكر واقعة بس لتأييد أو تصديقا لما تكون. قابلت أحد في المستثمرين الكبار في عالم السياحة في مؤتمر السياحة في برلين في عهد مرسي، فوجدت عنده الراجل منتجعات بتستقبل
يعني السياح من الروس واللي بتاعه. فوجدت ان الرجل داعم لمرسي ومؤيد لمرسي، واللي ادهشني انه شريك لاحد كبار رجال الاعمال الاخوان في بعض هذه المنتجعات. فالدهشه، طب الاخوان والدقون والسبحه والتقوى والعريو، وخاصه ان وقتها كانت هناك نغمه ضد سياحه الشواطئ، قالوا ان احنا مش عاوزين. فقلت ازاي انتوا هم بيقولوا كلام والفعل حاجة ضد حاجات زي تانية. لا فعلا بعض رجال الاعمال او اغلبهم يعني خلينا واضحين لا يعنيه الوطن، يعني ما يحققه من ارباح ايا كانت. انا اعلم في فتره حكم مرسي ان احد بس هو في السجن دلوقتي كان يتوسط لدى الجمارك للتهريب كونتينر كان جاي كله ترامادول ده ولا مش عارف واتمسكوا ومش عارف ايه، هو تدخل بالرشوه عشان خاطر القضيه ينزل ينزل وتطلع والقطيع يغمى عليه والمساله فانا قصدي اقول ان الفساد في الجماعات الدينيه وجماعه الاخوان زيه زي اي قطاع اخر، لكن الخوف انك تتحد مع واحد ظاهره يعني هو قد يكون مش اخوان انما المصلحه، تعال معايا ويتحدوا ضد الناس كلها. هل توقعت لما يعني كتبت طيور الظلام ان المشهد ده يتحقق على مستوى رئيسين، يعني رئيس يمثل الحكم مبارك اللي هو حكم الوصف حتى رئيس المحكمة امس بالفساد، والاخوان المسلمين يعني مرسي ومبارك يبقوا موجود، توقعت حاجة زي كده؟ لا انا ما توقعتش على مستوى الرؤساء انما دي كانت رؤية مستقبلية ان المصالح لابد ان تتحد. وده حصل على فكرة لما نتكلم على تاريخ الجماعة. الملك فاروق معلوم لكل الناس ان الملك فاروق هو من دبر حادث اغتيال حسن البنا، تمام، وكان يكره الاخوان كراهية شديدة جدا، لكن جه حزب الوفد كسب الانتخابات واصبح هيشكل الحكومة. فاضطر الملك فاروق بمشورة من رئيس وزرائه، لا كان مستشار علي ماهر، ايوه، ان هو يحط ايده في ايد الاخوان لمواجهة الوفد. إذن وقد لا يعلم الناس كثيرين ان المستشار الهضيبي المرشد الثاني للجماعة هو من اختيار الملك فاروق، صحيح، هو اللي اختاره واوضح اختاره عشان تعرف المصالح. اختاره ليه؟ نظر الخاصة الملكية الذي هو يعمل في خدمة القصر الملكي، بنته كانت متجوزة ابن الهضيبي اللي هو المستشار مأمون الهضيبي الذي صار فيما بعد مرشدا للجماعة، تمام. يعني اذا قد ايه وصل يعني الواحد لما يذكر الاشياء دي تبص ان لعبة التفاهمات ولعبة المصالح تلغي اي شيء. بس مش ممكن العكس؟ يعني يمكن ان يكون هناك اتجاه براجماتي من جماعة الاخوان المسلمين يذهبون الى القوى الاخرى، وبعد يعني مثلا هم راحوا لجمال عبد الناصر في 23 يوليو ثم انقلبوا عليه نفس يعني، وان كان السادات حصل العكس يعني. ما هو ده موجود عندهم، مش موجود عندهم، ده موجود عندهم منذ نشأة الجماعة، وهم يعني ايه يقدموا يعني اقدم لك خدماتي، عملوا كده يعني، هم سندوا حكومة صدقي يعني، مع انه ده كان استبدادي، ده كان استبدادي دكتاتور يعني، وكان ولغى الحريات وكان والاعلام والصحافه لكن اعطاهم اداهم مميزات جعلتهم يسندوه اكبر مسانده. راحوا مثلا للملك فاروق في وقت من الاوقات عارضين خدماتهم عليه،
إلى أن الملك موقفه السياسي في ذاك الوقت كان بالقوة أن هو مش عاوزه، أنا مش عاوز مش محتاجك. إنما يوم محتاجهم لقاهم تحت إيده، وهم فرحوا بالحكاية دي. والأمثلة كثيرة ده يعني. وأكتر من كده أنا أعرف تماما أنه أيام رئيس مبارك قالوا أن احنا مستعدين أن احنا ندعم جمال مبارك كوريث للحكم مقابل أنه يعني يبقى لنا نسبة كبيرة في البرلمان وبيكون لنا حزب. وأيضا لعلك تتذكر أنه كان في مساومات بين الجماعة ومنهم خيرت الشاطر ومحمد حبيب وأكثر من حد من قيادات جماعة مع قيادات أمن الدولة وقيادات المخابرات العامة لتقسيم الدوائر، واتفقوا على نسبة معينة ثم خذلوهم. وهم اتفقوا قبل كده كمان في 2005. سأعوز أقول لحضرتك حاجة أستاذ عادل، إذا يعني دققنا دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده، زمن انك انت تقدر تجيب ارشيف اي جريده قدامك على النت، وتشوف الناس دي قالوا ايه صحيح ومواقفهم كانت شكلها ايه. انتهى عصر التخبئه. هتخبي ايه وتواجههم بيه. تقدر تجيب اشرطه التلفزيون في اي يوم محطوطه برضو على اليوتيوب وتقول له واحد يا انت اهو وادي اللي انت اقول. فما فيش داعي ان الناس تخفي حقائق صحيح. او تتبدل او تتلون. طيب عندنا انت من عدة ايام، يمكن من حوالي اسبوع او اسبوعين، كتبت عملت حوار في المصري اليوم اثار ضجة كبيرة جدا، وفهم منها بجملة انه اذا كان الرئيس مش قادر يشيل الشيلة فما يشيلهاش او يعني يمشي. ازاي بتشوف الرئيس السيسي بعين كاتب دراما محترف يعني؟ وايه ظروف الواقعة دي نفسها يعني؟ ما انت معروف انك راجل كنت ايدت 30 يونيو يعني لك. لا مش ايدت انا يعني كنت لا ده حضرتك شاهد طبعا لانك انت حصل في نفس البرنامج صحيح حوار احنا واخدين فقرات على كل حد حوار فقرات في وقتها وفي عز الازمة صحيح. قلت يوميها لما سألناك هل الصراع سيكون بين الجيش والإخوان، قلت نعم، وقلت أن ستنتصر المؤسسة العسكرية صحيح. ووقتها لو خيرت يعني لو حد سألني الإخوان أولا لازم أقولها، أنا أعتقد أن أنا الوحيد في مصر أعتقد اللي لم ينطق كلمة الرئيس مرسي على لسانه، كنت اقول الحاج محمد مرسي صحيح. وكتبت هذا على واكثر من ذلك في عز سطوه الاخوان انا كنت اكتب المقال، كفايه عليا مقال القرود الخمسه. فكرنا بيه بقى لان برضو ذاكرتنا يبدو ضعيفه. القرود الخمسه ده جبت خمسه من زعماء الاخوان وكتبت عنهم وهم في السلطه والمرشد وكلهم مواصفات كل قرد منها. هذا المقال حصد نسبة جماهيرية عالية جدا، وحتى الآن في بعض مواقع التواصل تنتشر. لم أغير موقفي ومقالاتي برضو موجودة، تقدر تدوس على زر تلاقيها قدامك صحيح. فأنا مع الثورة قلبا وقالبا وضد الإخوان بالكلمة وبالدراما وبالرأي وبالحديث وبكله بصراحة وكله. طبعا يعني مش فيها جدال. الإخوان وبس وكل التيار المتأسل ومع وضد الفساد صحيح. ومقالاتي في روزا وفي الوافد وفي كل شيء يعني إيه اللي مش محتاج إيه؟ دليل. لا مش محتاج دليل مش محتاج دليل ولا إضافة يعني. لكن في حاجة مهمة جدا، أولا الحوار ده تم إجراؤه في نفس اليوم اللي علمنا فيه بكارثة كرم القواديس. وحقيقة أنا يعني بقول لك تحط كده عود كبريت على جسمي يولع الوحد. من الغيظ. شأني شأن كل المصري. نعم. إزاي ده يحصل؟ إزاي في وسط سخونة الحدث يعني شيء لا تصور عقل يعني. كنت منفعل جدا وتأتي إليك توجه إليك أسئلة في نفس اللحظة لا مفر من أنك أنت تدفع بما هو في داخلك. فالبنزين طلع مشتعلا. ده السؤال. وبعدين حتى السؤال أنا شخصيا
يعني هو جملة عابرة وجملة تقليدية، اللي ما يقدرش يشيل شيلة لا يعني لما أقول إن أنا مش عاوز فساد وعاوز إن إحنا يتحقق انتصار على الجماعات الإرهابية وعاوز وعاوز وتقول وعاوز عدل وعاوز وعاوز، فتفاجأ مثلا إن إيه، طب افرض ما عملش كده، ما قدرش ما قدرش، هتكون إجابتك إيه؟ ما قدرش في حال يعني في موافقة اشتراطية صحيح ده كويس. طب ما قدرش، طب ما اللي ما قدرش نجيب اللي يقدر. مش معنى هذا ان انا ضد السيسي، بالعكس على الاطلاق، ده انا داعم للسيسي ده كويس، وحاطط امالي كلها وكل رهاناتي عليه، على السيسي صحيح ده كويس. وبعدين في حاجة استاذ عادل، يعني من حق اي مواطن ان يغضب صحيح، وكل الشعب المصري كان غضبان في ذاك اليوم. دي حاجة، هو الرئيس نفسه كان غضبان. والحاجة التانية اللي أهم من كده، إن كنتم بتكلمون عن ديمقراطية طول الوقت طول الوقت، يعني دعونا نتنفس الديمقراطية حتى لو كنا على خطأ. لا، وفي الحد الأدنى ده حق التعبير، حتى مش ديمقراطية، ده حدود بسيطة للتعبير يعني، ده كويس. لكن ليس معنى هذا على الإطلاق إني القفز من السفينة، أو أنك أنت يعني مثلا، أنا اندهشت جدا وبقيت أضرب كف بكف لأن لقيت في ناس بجعة. طبعا كل الناس وكل المشاهدين عارفين موقفي من الأستاذ أيمن نور، يعني وإن أنا قلت رأيي فيه بصراحة وفي وقتها وفي الوقت اللي كان بعض الناس بتنافقه بتعتبره زعيم معارضة، كنا نرى أنها مزور. واعتقد ان هو عمل حوار في احد القنوات الفضائيه، افتكر القاهره والناس، ولما المحاور توني خليفه ساله قال له تقول ايه في وحيد حامد، ام قال ايه مين وحيد حامد يا وفاجئ بان هو بيشكرني بيصطاد في المايه العكره زي ما بيقولوا. يعني ده يديك دلاله، هو او غيره بيديك دلاله قاطعه اني لا، اصحاب القضايا لازم يثبتوا على موقفهم. صحيح. لا ده انت عارف ان انا صحيح موقفي منك صحيح، يعني ايه على الاقل ضدك مش معاك، فما تنتهزش الفرصه وتقول. احد المذيعين في قناه فضائيه مصريه ظهر برضو عاوز يعني يلطش لطشه، بس هيقول ايه بقى، فحط صورتي على الشاشه كده وقال ايه، ما ده احنا عارفينه. وانا دلوقتي بقول له عارف ايه يا حبيبي، اللي مش عارف وحيد حامد إيه يعرف وحيد حامد. بس انا لو اغير مواقفي، اللي غيروا مواقفهم اللي تنقلوا على كل الموائد موجودين دلوقتي في كافة القنوات الفضائية وهم عارفين نفسهم، والشرايط بتاعتهم موجودة والتسجيلات بتاعتهم موجودة، فيختشوا على دمهم. بعضهم قعد ساعات طويلة مع خيرت الشاطر، بعضهم كان مستشارا للرئيس مرسي إعلاميا، بعضهم قال نديهم فرصة، وهم هم نفسهم اللي اعتقدوا الآن أنه هم أبطال 30 يونيو يعني. كلهم خدوا، وكل اللي عملوا دور في 30 يونيو هم صامتين، لأنه اعتبروا ده واجب عادي لا يجوز الكلام عليه. حضرتك هناك من أخذ عطايا بشكل أو بآخر من نظام مبارك، وهناك من أخذ عطايا من الإخوان، وما زال حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها ناس واقفين كده في نص الكوبري، يعني لو لقوا أن الإخوان بس تقدمت خطوة هتلاقيهم معاها ومكشوفين وظاهرين، لكنهم يتمتعوا بقدر كبير جدا من الوقاحة والبلادة. إيه انا عايز افهم ايه الشخصيه دي بصراحه، يعني اشرحها لي. انت بتاع دراما، وانت في الدراما انك بتجيب بطن الشخصيه قبل ما تجيب ملامحها. يعني ازاي، ايه الجرأة دي، ايه مش عايز اقول تعبير سيء، انما ايه اللي يعني القدره الهائله دي على ان انا انتقل من دعم مرسي الى دعم السيسي، وانتقل من مبارك الى المجلس العسكري وبسهوله. ده صحيح يعني ايه ده؟ انا الحقيقه برضو يعني عمر ما توقفت عند الظاهره، بس في فرصه ان احنا نسمع رايك في الحكايه دي. راي مر جدا، وارجو ان ما ياخدش حياء الاسر المحترمه والساده الفاضلين. هنحاول يعني. ده اسلوب
الدائرات تنتقل الدائرة من رجل إلى رجل إلى رجل ولا تحس بأي ضير على الإطلاق. المهم اللي هتقبضوا إيه. فدول أقرب إلى القوادين وإلى الدائرات. هقول لهم إيه؟ لكن هو إيه؟ أنا ممكن أقول لهم حاجة واحدة بس. أنت نسيت يا فلان. أطلع له الشرايط بتاعته لما كان يمدح في كذا ويعمل كذا. ده كان فيه مستشارين. دلوقتي بقرا الجرايد مستشارين لمرسي وناس خدوه بالحضن. والمهم وكان بيروح لهم بيوتهم بعضهم. كان بيروح لهم بيوتهم واللي يطلع يقول انا ندمت ومش لا ده بعضهم ما قالش ندم ولا حاجه. ده حتى الندم لم يبديه لان كل دولت كانوا سعين. يعني عندهم اتجاه للسعي انهم يكونوا. ده في احدهم في احدى المكالمات المعروفه ومسجله عند بعض الجهات ما انه اعلامي بيتكلم مع ابن مرسي بيقول له ابوك سايب دول ليه؟ وهو دلوقتي وبدا يقول بالاسامي. ودلوقتي هو باسم المتربع على على برنامج وبتاع. على فكره انا اكتشفت في حاجه. الاعلام اللي عاوز يعمل له جمهور سريع يعني اتجه نحو الفقراء وقدم لهم مساعده وخليهم يجوا ويكلموك في التليفون ومن فضلك انا ابن عيان انا مش لاقي انا مش دي الوسيله المثلى تكون جمهور شعبيه تكون شعبيه. مع العلم في حاجه مهمه جدا. هناك وسائل اخرى. في ناس بتقلع هدومها وترقص واحنا عارفينهم. وانا قلت في مقال برضو تلا المقال الاخير من كام يوم المقال الاخير اتكلمت حتى على البرامج اتكلمت على المساله. بس انا برضو ما زلت اقول ان الاسراف يعني الجمله العظيمه جدا اللي في القضيه بتاعت الامس واللي القاضي اكد عليها قال القاضي لا يمدح ولا يذم. ودي مساله مهمه جدا لان من يملك ان يمدحك اليوم قادر على ان هو يعني يطيح فيك بكره. صحيح. هذا الامر يجب ان يسود مجتمعنا كله. عندما اشيد برئيس الدوله لابد ان اشيد برئيس الدوله بعقلانيه شديده. صحيح. وبموضوعيه شديده. صحيح. وعندما اعترض على رئيس الدوله لابد ان اعترض على رئيس الدوله بعقلانيه وبدقه وبوجهه نظر صحيح. ولا بد للرئيس ان يسمعني. صحيح. كويس. ولا بد انا ولا بد ان يكف المحرضين اللي بيصطادوا في الميه. لا اللي هم قاعدين على يعني الحكايه دي ما ينفعش. لان هم في الحقيقه هم اكتر ناس بتغرق المراكب لان غرقوا مراكب كتير قبل كده وطلعوا منها. هو انا لما امسك الرئيس انت بتساعد يعني. صحيح مش كل الناس بتستقبل هذا. يعني بتستقبل النفاق بترحاب. بس في ناس بتتكسف تواجه المنافقين. يعني لما الاقيك شخص ما عمال يقول لي ده انت شمس والملوك. ما انا مش هقول لك عيب. هبقى مكسوف. صحيح. لكن المنافق لا يستحي. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل عندنا بعض الشخصيات عايز اعرف رايك فيهم. عايزك تصورك لو انت هتعمل عنهم افلام او دراما يبقى ايه تصورك لهم بعد الفاصل. العصور وعندنا شخصية تجاوزت سن كبير جدا بعد ثورتين وبلد فيها شباب أكثر من 60-70%. الحل الأمثل يعني الحل الأمثل لكل هذه الشخصيات أنك تبقى مستشار. يعني أنا مثلا في زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لقيت رئيس وزراء إيطاليا يمكن عمره قد عمر الابن الأكبر للرئيس السيسي ويقود دولة صعبة مش دولة سهلة يعني. دولة صعبة دولة صناعية فيها 400 نوع مكرونة دولة صناعية. ف
الكبار يجب أن يكونوا مستشارين للشباب، ويجب أن احنا ننطلق. يعني أنا أتمنى أن الوزارة اللي جاية سواء بعد الانتخابات قبل الانتخابات ماليش دعوة أنها تكون وزارة شباب. هل احنا في السنوات اللي مرت علينا دي كلها جربنا وزارة شباب؟ ما حصلش على الإطلاق. طب ايه المانع ان احنا نجرب؟ ده ما حصلش. اما مسألة الكبار ولهم كل الاحترام، فكل منهم ادى دوره وعليه ان يقدر عطائه في الوقت الحالي. ان هل انت عندك القدرة انك تقدم للوطن ده شيء هام يدفع به للامام ولا ما فيش؟ شيء يتجاوز رأيك خبرتك السابقة يعني. مسألة. لكن خليك بقى مستشار. خلينا نتكلم على عمرو موسى. يعني أنا يعني الأستاذ عمرو موسى أنا أحترم تاريخه طبعا. يعني بدون شك أحترم صحيح. وأقدر دوره. لكن أن يكون له دور فعال وقادر على انطلاق هذه الدولة في المستقبل، اعتقد ان ذلك مش موجود. وانا اعتقد ان هو الحقيقه اكتفى بان يكون اخر اعماله هي رئاسه لجنه الخمسين لكتابه الدستور، واختفى في الحياه العامه واصبح يدوبك بيروح مؤتمرات برا. عبد المنعم ابو الفتوح، الاستاذ عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح انا تربطني بيه علاقه شخصيه فيها شيء من الإنسانية، مواقف إنسانية بينه وبينه بتجعلني أنظر إليه باحترام، لكن مختلف معاه اختلاف كلي وجزئي في التوجه السياسي. الدكتور عبد المنعم مفتوح إخواني ولا يمكن أن تنسلخ الإخوان من جسد الدكتور عبد المنعم مفتوح. لكن الرجل يعني على المستوى الشخصي انا بأكن له احترام. هل كان ممكن يبقى في اخواني وليبرالي زي ما الدكتور عبد المنعم حب يقدم نفسه في الانتخابات الرئاسيه يعني الايام مرسي؟ يعني لا. هل ممكن اكون ليبرالي منفتح عن العالم بقبل الاخرين على الاطلاق، ولا دي كانت مناورات؟ لا على مش مناورات. هو ظن خاطئ. انما انا بقولها ما فيش اخواني صغيرا او كبيرا يقدر يتخلى تحفظهم دلوقتي من 28. يقدر. قريت كام كتاب عشان تشتغل في كتير. كام يعني تقريبا قريت وثائق قد ايه؟ يعني دي جمله اعتراضيه، مش مجرد قرايه. انا استعنت، انا كنت اخشى الخطا في اي معلومه. واذا حبيت تعمل عمل جاد فما ابحث عن الحقيقه وتمسك بيها حتى لو كانت في صالح الخصم، لو كان ضد قناعاتك خلص. انت شخصيا لو ضد قناعات. وانا كنت كان معايا اساتذه جامعه متخصصين في التاريخ، باحثين من الصحفيين الشبان، اوراق كثيره جدا ربما تتعادل مع اوراق قضيه القرن، محاكمه القرن. انا فاكر ان انا اعطيتك بعت لك الصحف القديمه اللي اتكلمت على كنت بدور رد على الفعل الخاص بقتل النقراشي باشا يعني. طيب الحمدين صباحي في رايك؟ حمدين صباحي احد الناشطين السياسيين المتميزين، يعني الذي له صوت. اكتر من كده ما اقدرش اديله اي حاجه زي انا. لكن ليه تحس انه اكتفى يعني؟ يعني لماذا صعد نجمه إلى هذا الحد ثم تراجع بهذه الصورة؟ لا يعني هي إمكانياته كده الراجل. ناشط سياسي. مجرد ناشط سياسي. بس. المشير حسين طنطاوي. ما زلت على اعتقادي إن هو كان له دور في تمكين الإخوان. ما يعني دي معتقدي الشخصي. وإن كان اللي حصل خير يعني في النهاية إن احنا عرفنا الإخوان وكذا، لكن في ظني إن هذا الرجل كان من البداية عنده القدرة إنه يمنع هذا ولم يمنع. طب
بالعكس، يمكن من الحاجات اللي سمح في تلك الفتره بدخول برجوع عدد كبير جدا ممن سموا بالافغان المصريين وبين المتطرفين وسمحوا لهم من المطار على سيناء. لا في حاله هو يعني انا مش قادر يعني انا ما اعرفش ايه اللي حصل، ولو عرفتها ما انما انا ده قناعتي ان هذا الرجل في هذه الفتره يعني قدم تسهيلات للاخوان او كان ضعيف قدامه. طب عايزك تقول لي تصورك لمشهد قبل ان يذهب حسين طنطاوي الى اداء فريضه الحج، يذهب الى مبارك يزوره وكانه يعني مش عارف اقول الجمله، كانه يعني هل هو نوع من السماح العفو وعلى فكره هذا حدث ايضا لعدد من القاده الكبار في المجلس على القوات المسلحه في الفتره اللي اقاله مبارك واللي حلفوا على المصحف سرا ان هم هيقولوا لو نزل الجيش. المشهد ده تشوفه ازاي؟ لا ده مش انا لوحدي، ده يحتار فيه محللين نفسيين ويحتار فيه اساتذه اجتماع. تختلف الاسباب. ربما اذهب اليك وانا احمل الندم فوق ظهري، وربما الاعتذار يعني وربما يعني الاعتراف بالخطأ وعدم القراءة الصحيحة. في نقطة مهمة جدا يعني يعني أصلها اللفظ قاسي، تبرير ما فعلته فيك خيانة الزعيم أو خيانة القائد. بس سامع نام بقى بالمناسبة بالمرة. لا يعني أصلا أنا شايف برضو معلش محدش لا بالعكس يعني احنا يعني في فترات يعني مثلا رؤساء الأركان فيهم الرجل صاحب اللون المميز وفيهم الباهت الفترة بتاعته، مش هو كشخص الفترة بتاعته بتكون فترة باهتة. نعم. فترة رئاسة الأركان أقول الفترة وليس الشخص. نعم. كانت فترة باهتة. بس فايزة أبو النجا أنا بحترمها جدا وبحترم مواقفها. نعم. وقد علمت من ناس أثق فيهم أن هذه السيدة كانت في مجلس الوزراء أيام مبارك في قوة 10 وزراء. صحيح. بل وعرفته من وزراء كانوا يحضرون الاجتماع. وكانت صلبة وشخصية قوية جدا ودافعت بقوة عن يعني كانت ضد الفساد ومصالح البلد وده وده عرفته من وزراء في مجلس الوزراء شاهدوا لها. فبناء على احد الوزراء هي عاده باعتبارها كانت وزيره التعاون الدولي كان بتجيب منح تسمى منح الاودا. هذه المنح كانت تقدم لموظفين الحكومه عشان ياخدوا مرتبات اعلى بعيد عن اللوائح والقواعد. اللي حدث انه احد الوزراء المهمين وزير سيادي اخذ ال 20 مليون المقررين له وبعد شويه طلب 20 مليون تانيين، فقالت له ما عنديش، قال لها دول للسيده سوزان مبارك، قالت له برضه ما عنديش، فقطعتها السيده سوزان مبارك وما صالحتهاش الا لما جم بيفتتحوا طريق الكباش في الاقصر. يعني انا اذكر ليها انا ما اعرفهاش طبعا خالص ولا عمر التقيت، بس مش فاكر هي كانت وزيره افتكر بيئه او يعني هي كانت وزيره تعاون دولي، هي كانت سفيره. المهم ان انا كنت كتبت مقاله لقيتها كلمتني شرحت لي الموقف يعني وهي غير مطالبه بذلك. صحيح. وانا لا اعرفها ولا اي شيء وما كنتش في ظني، لكن فيما بعد علمت بانها كانت في مجلس الوزراء نمره في سبيل مصالح هذا البلد. صحيح. الاستاذ محمد حسنين هيكل انا بدعوه ان هو يستريح و
يعني اهم حاجه انا قريت في مخرج في مخرج سينمائي امريكاني مشهور جدا لسه من اسبوع قال الخبر بس الاسم غاب عن دماغي وفي عز شبابه يعني وله افلام قرر ان يعتزل الاخراج وساق الاسباب قال انا مش هستنى لما المخرجين الشبان يجبروني على الاستقالة يزحزحوني عن المكان اللي انا فيها انا اعتقد ان الاستاذ هيكل اللي احنا بدون شك تربينا سياسيا على مقالاته وكل شيء انا اعتقد ان هو يجب ان يستريح وان يعني يستمتع ببقية ايام العمر وبس مش اكتر. الدكتور محمد البرادعي يعني اعتقد في ظني وفي تكويني انه لم يكن امينا مع الشعب المصري بس. الشيخ ياسر برهامي لا اي شيخ ما تجيبليش سيرته ما عدا الشيخ الازهر والمشايخ المحترمين انما الشيخ برهامي لو قلت لي الدكتور ياسر برهامي اقول لك ما اعرفش هو دكتور اطفال ناجح ولا كذا لكن المشيخه اللي بتيجي ديت انا ضدها. طيب حتى اللحظه دي حاسين انه الرئيس لم يختار مساعدين كتير يعني يا دوبك اختار فايز ابو النجا للامن القومي اختار احمد جمال الدين لشؤون الامن في مواجهه الارهاب لا نزال نعرف الكثير عن مؤسسه الرئاسه رغم اهميتها. هل تعتقد انه ده وقت متاخر لتكوين مؤسسه مهمه زي دي؟ هو لديه الحق في التأني في الاختيار لكن في حاجة مهمة جدا اللي احنا يجب ان نتوجه بها اليه وهي قطاعات المجتمع العديدة صحة ثقافة تعليم ويجب ان نختار من اصحاب القدرة والكفاءة و لازم نفتش على دولت ويجب ان تكون العقول شابه العقول شابه عاوزين نجرب مره هل تعتقد انه مصر ولاده بجد يعني ولا في ازمه بجد يعني انا يعني صحيح ان التعبير جميل والتعبير يجب ان يفتح باب امل لكن في الحقيقه انا قريب احيانا من كواليس الحكم كواليس الحكومه كواليس بعض الوزارات كواليس بعض المؤسسات الحقيقه بشوف ان معدل الاداء ضعيف لا وفي ناس محدوده التساوي. المعرفه اصل مش شرط ان انا اكون مثلا يعني القاده العسكريين العظام بتوعنا ابو غزاله ابو غزاله محمد اسماعيل علي سعد الشاذلي دول كانوا ناس اصحاب ثقافه ثقافه جانبيه بجانب ثقافه عسكريه كنت تتكلم واحد منهم في اي شيء يعني ودي الثقافه كلمة ثقافة ما تعنيش كتاب في الشعر أو الأدب لا 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 تعني المعلومات صحيح وتعني القدرة وتعني على فهم الحياة على تصورك للحياة على الحياة نعم إنما أنت ما بتجيبش يعني مثلا ما تجيب مدرس كيمياء ما عبقري في الكيمياء وما بيعرفش إلا في الكيمياء طب يا سيدي لو سألته في حاجة تانية ينفعش مش عارف مش هنعرف لا ده لازم يكون في حاجة اسمها الخيال لازم نحترم الخيال احنا لما بتيجي سيره الخيال قدام اي حد يقول لك ايه الخيال ده لا هنا روايات الخيال العلمي اللي هي احنا اللي صنعت كل المعلومات هي اللي عملت ده وهي اللي ما كناش بنصدقها فانت اساسا ما تجيش تقول لي والله ده معاه دكتوراه في كذا هات اصحاب الخيال اللي عندهم عقل متسع يسع الخيال يعني انك بتفكر ممكن تخطئ في مرة لكن هتصيب في مرة ارمي اللي باظت او يجي حد بعدك يكمل ارمي اللي باظت وخد الحية اللي هتعمل خير انما ان انا اجي للانغلاق ما ينفعش ما ينفعش وعلى فكرة انا شخصيا في الحكاية دي انا بقعد مع شبان انت تيجي لعيل صغير ان شاء الله يكون عنده 6 سنين
بيمسك الايباد يعمل في اللي وانا قاعد اهبل جنب منه معايا. عندنا اميه الكترونيه دلوقتي. لا ده موجودين. بلاش الفكر. انا بقعد مع شباب من 20 سنه 30 سنه 35 سنه بسم الله ما شاء الله. انا بتلميذ قدامهم رغم ان محصلة الكبيرة وتجربة الكبيرة. فعلينا ان نعترف ونؤمن بهذه القدرات. مش نجيبها كده ونقول يا حلاوتكم يا جمالكم، ما ينفعش. يعني هل لو سألتك حاجة عن المستقبل يبقى سؤال في محله، ولا لسه عندنا مشاكل في الماضي يعني في رأيك يعني او في الواقع يعني؟ لا في الواقع عندنا مشاكل. عندنا مشاكل. مشاكل سهلة ومشاكل صعبة. المشاكل السهلة يجب أن تلام الحكومة على عدم الخلاص منها. والمشاكل الصعبة علينا أن نصبر على الحكومة أو الحكومات التي حتى تحققها. لكن مشكلة سهلة أنت مش قادر تعملها ليه؟ المشكلة السهلة إيه علامتها؟ إنها لن تكلفك مالا، القمام على سبيل المثال، أو مجهودا، تصليح قوانين مثلا، إصلاح قوانين، الاستجابة دي مهمة جدا، الاستجابة للطلبات العادلة والبسيطة للناس، حاجة مهمة تانية دي مهمة القضاء، الإصلاح في الفصل في القضايا بحيث الناس تستريح واللي له حق ياخده. دي مسائل سهل. لازم المجتمع يحس بنقلة نوعية. مشكلة زي مشكلة المرور. يعني احنا سخنا الأسبوع اللي فات خلاص، كان الليل يعني خلاص كهربنا، وفجأة النهاردة وانا بكلم حضرتك عادي عدنا الى زي ما كنا بالظبط. صحيح للأسف. صحيح في جهد على المواطن. المواطن بيشتكي. طب ارجوك ساعدني. صحيح. ان انا يعني قلل عدم الشكوى. انك انت ما ترتكبش الخطا. خلاص، انما انت تمشي في شارع يعني يعني انا يعني لو انه صاحب المايكروباص اللي هو قليل التعليم لما يغلط ويجي في الممنوع يمكن ان احنا نحاسبه، لكن ايه رايك في اللي صاحب عربيه مرسيدس وراجل راجل يعمل هذه الجريمه صفتان. يعني ازاي يعني لا يعني ما هي دي على سبيل المثال يعني ولا بيهم وبيسيبها كانه سايب علبه سجاير فاضيه، حاجه غريبه جدا، مش خايف عليها انها تتخبط ولا اي شيء. ويسد الشارع. وده ليه؟ اعتقد انك انت لو لان احنا اهملنا القانون. اهملنا القانون. قانون اهملنا القانون. هذا الرجل انت لو وقعت عليه مخالفة يعني بجد ودفعها او راح لقى عربيته متشالة بالونش او متكلبشة وخدها، اعتقد انه لن يفعل ذلك الفعل. لسه بعض القوانين على ما يبدو استاذ وحيد فيها زينب على ما يبدو يعني. انا هقول لحضرتك على حاجة، اذا اعتبرنا ان هذه القوانين احنا بنتعمد اهدارها طلبا للامن الاجتماعي، ما هو في ناس يقول لك ايه، انا مش عاوز ازعل حد في الظروف الحاليه. الظروف الحاليه مش عاوزه ان احنا نسكت على الخطا. صحيح. الظروف الحاليه عاوزانا ان احنا نواجه الخطا. لكن انا الست اللي بتكنس بيت لو حطت التراب تحت السجاده بلوتها سودة. فاحنا دلوقتي بنحط التراب تحت السجاده. احنا ما بنعملش شيء يعني لحاسن بإتقان ولا بإتقان ولا أي حاجة. وأنا ضربت مثل للحكاية دي قد يغضب البعض. حضرتك لو رحت ميدان التحرير هو السيد المحافظ مشكورا قرر أنه يدهن وجهة العمارات. فاللي حصل أنه دهن الوجه بس لكن ساب الجوانب فظل القبح على ما هو عليه. ده ازداد اكتر القبح يعني. يمكن لانه مفيش تجانس. لان هو في حاجه اسمها سد خانة. سواء هو اللي عمل كده، هل يا ترى المقاول كان واخد اجرته على الوجه بس او نص اجره، او هل يا ترى المقاول غش؟ لكن اذا كان المحافظ ايا كان هو يعني راضيه بهذا الوضع، لا يا استاذ انت قابلت بالغش ما تنفعش.
استاذ وحيد انا بشكرك شكرا جزيلا. الحوار كالعاده عاصف وبشكرك شكرا جزيلا فعلا. الحوار شديد السخونه شديد الجراه كالعاده وربنا يستر عليا وعليك يعني من شبكات التواصل الاجتماعي يعني. يعني بص حضرتك اول كلمه بالتواصل الاجتماعي الشبكات دي من حق كل واحد ان هو يقول رايه لكن بس يقال الراي بقيمه وبادب شديد يعني بدون تجريح بدون تجريح. استاذ وحيد بشكرك شكرا جزيلا وانتم ايضا لكم كل الشكر والاحترام وتصبحوا على الف خير.